million hectares to restore 350 million hectares of degraded land and sustainability to manage forests and other areas that need to be من المناطق التي تحتاج للدعم حتى يتم هناك التكامل من خلال التنوع. وبحلول عام 2025 فإن المؤسسات المالية يجب أن تقوم بمحو السلع التي تعتمد على إزالة الغابات من سجلاتها. وهذا يجب أن يكون هناك أيضا تقييم للمخاطر، ونحتاج أن يكون هناك ترقية للإجراءات الخاصة بالتكيف والتخفيف، وهذا من خلال إجراءات ثلاثة أهمية نتبناها. الأول مرتبط بالدور الذي الأمر الخاص بهذه المناطق، وهناك العديد من المشروعات، ومؤخرا وبشكل أكثر شمولا في التعاون مع هذه القضايا في باربيفوس. وهذا لدينا مؤشر أداء رئيسي، لدينا مؤشرات أداء رئيسية نتعامل معها للإقلال ولتخفيف المخاطر، ولدينا العديد من الجهات التي تترقى هذا الأمر. وهذا جيل جديد يعمل على تشجيع الدول على تبني تلك المبادرات، ونتمنى أن يكون هناك آثار إيجابية من دول الشرق الأوسط في هذا الإقليم للقيام بهذا. بالإضافة إلى العمل الجيد، فإننا سنحتاج لأن نرى المزيد من العمل في هذا الشأن. والأمر الثاني هو العمل في الغابات والتنوع البيولوجي، ومن خلال القيادة الجيدة من خلال الوزير لي وايت وزير المناخ والبيئة من الجابون. وفي هذا ومنذ 4 أيام كان هناك تقدير كبير لهذا العمل الذي يتم القيام به، والمشاركة الخاصة بأربعة من رؤساء الدول في أفريقيا لإطلاق سوق رصيد الكربون مع مبادئ مرتبطة بالعمل في سوق رصيد الكربون والعمل في الغابات والتنوع البيولوجي، وكذلك تعظيم إجراءات التخفيف والتكيف، والتي تتم من خلال الهيئة التنظيمية المالية في مصر وزميلي من أفريقيا بقوله. الأمر الثالث هو، وبينما نقوم بذلك ومع التأكيد على أفريقيا وقد يكون أبعد من ذلك، لأن جي فانز وتمويل جلاسكو والتحالف الخاص بصفر انبعاثات يتعامل مع الأمر بجدية شديدة، وهذا الأمر الذي يجب أن نلتزم به وأن يتماشى مع المعايير الخاصة، وأن يكون هناك مكاشفة للعمل في هذه المنطقة مع تشجيع العمل في جي فانز. ونحن نعمل بشكل لصيق مع جي فانز في آسيا، وحتى يكون هناك جهة جي فانز في أمريكا اللاتينية، وأن يكون هناك منصة ترتبط بالعمل الخاص بالمناخ، وكذلك تحقيق صفر انبعاثات. ونحن سعداء من أن هناك زملاء يعملون معنا بشكل مباشر، وهناك العديد من الأبطال المرتبطين بعمل جي فانز. هنا زميلي روغريغا، وهو يتابع هذا العمل الذي نهتم به ومع معرفة ما يتم في هذا المجال، ونتطلع للنتائج الخاصة بهذه الجلسات، ومستعدين لمشاركة أي معلومات معكم وكذلك البيانات الختامية الخاصة. وشكرا على مشاركتكم. شكرا جزيلا مرة أخرى على هذه الكلمة الافتتاحية التي تساعدنا على أن نضع الخريطة لما يتم القيام به خلال الساعتين القادمتين. وكان لدينا يوم سبت مزدحم جدا. شكرا جزيلا للمنظم IUCN FEO ومجموعة شراكة مراكش. إذن لماذا نحن هنا، ولماذا يجب أن نكون جميعا مهتمين؟ وكما سمعنا في الكلمة الافتتاحية فإننا في لحظة محورية في بما يتعلق بالتغير المناخي، فإننا
نحن ننتقل من حقبة كنا نتفاوض فيها ونقوم بإجراء التجارب إلى عقد آخر. يجب أن نرى مسألة الترقية الخاصة بالتمويل والاستثمارات والعمل. إذن هذه الأمور هامة جدا وتحتاج مننا. ليس هنا، لا يوجد هنا عنوان الحدث، ولكن يجب أن نظهر ونود أن يكون نوجد الأدلة التي تؤكد أن التحول ليس فقط هناك حاجة إليه، ولكنها ممكن أيضا ويمكن القيام به بالسرعة وبالمدى المطلوب، ليس فقط فيما يتعلق بالتغير المناخي ولكن أيضا في العدالة المناخية وفي التنمية أيضا. إذن على مدى العامين القادمين سوف يكون لدينا مجموعة منطقة من المتحدثين يتحدثون عن التغير، وكل منهم سيتكلم عن نقطة محددة. لدينا بازل مكون من 60 مليار قطعة، وكل قطعة تمثل طن من الكربون. إذن من لقاء اليوم سوف نبدأ في معرفة ما هي خطة اللعب لجمع كل الأجزاء، وما هي الأدلة التي نحتاج أن نحصل عليها، وسنقوم بهذا من خلال العديد من التدخلات يقوم بها الأفراد، وأن يكون هناك إطار محدد حول التحول وحول التمويل. وسوف يكون لدينا محادثات تساعدنا في تؤثر علينا وتؤثر في الآخرين، وسيكون لدينا جلسات عامة نتحدث فيها في مواضيع عميقة فيما يتعلق بتلك اللعبة، ولكن أتمنى أنكم سوف تكونوا مهتمين ومتحمسين لهذه اللعبة ومتمكنين، وأنا متأكد من أن كل شخص سيرى أن هناك حلول ممكنة وقابلة للقياس. أود أن أدعو أول متحدث أساسي، وهو السيد مايكل وولوسينغ، وهو المدير الخاص بخريطة طريق ريونوس. تفضل، المجال لك. شكرا. لقد ذكرت القياس والسرعة، هل يمكن أن ننتقل إلى الشريحة التالية؟ أنا مايكل وولوس، وأنا هنا لكي أشارك معكم الخريطة الطريق الجديدة الخاصة بالمحافظة المرتبطة بشركاؤنا هنا. وهذه خريطة الطريق حول يمكن قياس الحلول المناخية، ويتم من خلالها التعامل مع العلوم وأيضا ما يجب أن يتم عمله للمحافظة على درجة 1.5. هذا هو تقرير التقييم الخاص بمؤسستنا. هناك حقائق أساسية. أولا، هناك النافذة الخاصة بالحصول على مناخ آمن موجودة ولكنها ستغلق سريعا. ثانيا، نستطيع أن نقفز من هذه النافذة إذا ما حاولنا علاقتنا مع الطبيعة. لا يمكن أن نحافظ على درجة 1.5 دون أن يكون بالانتقال فقط في مجال الطاقة. تقريرنا يقدم قانون كربون جديد للطبيعة للتحقيق في هذا الانتقال، وهو مفهوم جديد للأمر المتعلق بالكربون. وهذا وقانون الكربون سوف يساعد في الانتقال من بالنسبة للسياسة والاقتصاد والتمويل، وسيكون يساعد في تقريب النتائج، وأيضا يساعد في تحديد المشاكل ويقسمها إلى خطوات. وهذه الخطوات تستهدف تقليل الانبعاثات، وهي الأمر الأساسي الخاص بالعمل المناخي وتحقيق طموحاته، وسنقوم بعمل نفس الشيء مع الطبيعة. نحن
تقليل الانبعاثات إلى النصف ليس يكفي بشكل كبير. إن قانون الكربون للطبيعة يحتاج لأن يكون مصاحبا له انتقال في استخدام الأراضي لتقليل الانبعاثات، وكي نصل إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وهذا يبدو وكأنه تحدي مستحيل ولكنه يمكن تطبيقه. ولكن في نفس الوقت فإن الطبيعة مصدر للانبعاثات، يجب أن نوقف دمار النظام البيئي الصحي و في كل أنحاء العالم قدر الإمكان. والخريطة الطريقة الخاصة بذلك خاصة بالحلول المتاحة. الشريحة التالية من فضلك. إن قانون الكربون يتعامل مع خريطة طريق مناسبة لكل البشر، وما نقوم بفعله هنا هو أننا نركز على من سيتبع خريطة الطريق تلك وكيف ستكون هناك مساهمات، وهذا هو الابتكار الثاني. نحن نركز على العلم الخاص بالمناخ وكذلك العلوم الاجتماعية والبشر، ما الذي يجب أن يفعله هو البشر وكيف يمكن أن يتصرفون وكيف يمكن أن نمكن هذه التغيرات من أن تساهم في السياسات وفي التمويل، وكيف يمكن أن نحقق هذا من خلال انتقال عادل. كيف يرتبط ذلك بالحماية والإدارة والصمود الخاص بالأراضي التي نمتلكها؟ لدينا مسارات تعتمد على البشر فيما يتعلق بهذا الانتقال. هذا نوع من الحلول الجديدة الخاصة، وهنا لدينا مسارات عمل نسميها مجموعات من الحلول أو مسارات العمل، وهي موجودة على الأرض. هناك ثلاثة أقسام: الحماية والإدارة وكذلك استعادة النظام المناخي وهو باللون الأرجواني. نستخدم الأراضي ويمكن أن نصل هذا عن الإدارة، وأيضا هذا يشمل الانتقال من الأراضي العاملة إلى النظام البيئي. هناك الكثير يعتقد أن استعادة الأرض هو استعادة العمل، ولكن نعلم أن هذا مدرج في قضية العمل. هذه المسارات الكبرى هنا تتعامل مع الموارد، وهنا نتكلم عن المزارع الذكية وما نحتاج لكي